اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.